تذكرة اسم. ذكرت اسم الآن. أنا نقول باللي في فهمي الخامسة أسقطها الشعب إذا يراد للجزائر بهذا الاسم الذي ذكرته، خامسة مجددة باسم جديد أو باسم آخر، هذا تشويه للرئاسيات المقبلة. شخصيا قرار مشاركتي من عدمها ليس بيدي وحدي، هو بيد هيئة سيادية تاع حزب سيقرر هذا في هذه الأمسية. لا أربطه بترشح زيد أو عمرو على الإطلاق، أربطه بقرار سيادي للجنة المركزية. ما إذا قلت هذا الاسم اللي ذكرته أنت ينوي الترشح، كل واحد يدير النية اللي يحب. بصح أنا نقول لو يحصل هذا، أنا نقول هل يراد للجزائر خامسة بثوب آخر؟ سيكون للكلام لما يثبت ويتأكد هذا الشيء، هذا يا سيكون الكلام بالتفصيل. أما من يريد استنساخ والله الذهاب لخامسة مزوقة، هذه راهي ما تركبش، وهذه راهي تنقص من القيمة ومن القدر ومن المصداقية نتاع الرئاسيات المقبلة، وسأفصل هذا الموضوع لما نكون في الحملة. سؤال أخير.